يتوسل ويقول له يا سيدي شئت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال له قد شئت فاطهر. ولساعته زال عنه البراس وأمره ألا تقل يا حاط، لكن اذهب فار نفسك للكهنة وقرب القربان عن طهرك كما أمر موسى شهادة له. فذاع خبره وازداد انتشارا، فاجتمع جموع كثيرة لتسمعه وتشفى من أمراضها. أما هو فكان ينقطع إلى البراء ويصلي، وفيما كان يسوع يعلي في أحد الأيام كان بين الحضور جالسين بعض من الفريسين ومعلم الناموس، وقد أتوا من جميع قرى الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب في شفائه. والأمن والسلام لجميعكم.